ربنا ولك الحمد هذه إحدى صيغ ما يقال بعد الرفع من الركوع، وورد بزيادة اللهم فتكون اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه في الصحيحين أيضا. وورد بزيادة اللهم وحذف الواو، وهذه عند البخاري، اللهم ربنا لك الحمد. وقد أنكر هذه ابن القيم، قال لم ترد، مع أنها في البخاري، وهذا يدل على عجز وضعف الإنسان مهما بلغ من العلم. لا شك أن مثل هذا لا ينقص من قدره، لكن هذا يفيدنا بفائدة، وهي أن الإنسان مهما بلغ في العلم ما بلغ فلا يغتر، فإن هناك أشياء قد تفوت عليه، وإن من العجب أن يفوت مثل هذا على ابن القيم، مع أن هذا الحديث وارد في صحيح البخاري. لو كان في المعاجم أو كان في المسانيد لكان الأمر يسيرا، لكن كون هذا الحديث ثابت عند البخاري ويكون فيه إنكار لهذه اللفظة يدل على ضعف ابن آدم، وأنه بحاجة إلى إعانة وتوفيق من ربه عز وجل. وهذا مصداق قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فمسكين ثم مسكين ثم مسكين من يغتر إذا اطلع على بعض العلم فظن نفسه أنه من أعلم زمانه ويرى أنه هو العالم النحري الذي لا يشق له غبار. ولذا كلما بلغ الإنسان مبلغا كبيرا في العلم كلما عرف بجهل نفسه فلا يغتر مغتر. وهذه أنكرها ابن القيم رحمه الله، قال لم ترد. في زاد المعاد أنكر هذه اللفظة وهي زيادة الواو مع قول اللهم، ولعل عذره رحمه الله أنه ألف زاد المعاد عن ظهر قلب في سفرته إلى الحج. انظروا، عن ظهر قلب وفي سفر، وإلى أين؟ للحج، مع ما فيه من المشاق والمتاعب، ليست هناك وسائل نقل مريحة ولا متقدمة، إنما هي الجمال، قلة الأكل، التعب، شدة الحر، كل هذه من المؤوقات. ومع ذلك فقد ألف هذا الكتاب من 5 أجزاء، الجزء يزيد على 500 صفحة، مما يدل على عمق علمية هذا الرجل. لكن الصراط الإبراهيمية أنكرها شيخ الإسلام وتبعه تلميذه ابن القيم، ما يدل على عظم الأمر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقالوا لم يرد ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، مع أنها واردة في صحيح البخاري.